السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اليوم وتحياتي لكم. اول حاجه عندو بها وهي مبروك عليكم رمضان، وان شاء الله يدخل عليكم الصحه والعافيه ويدخل عليكم ان شاء الله بالخير، وان شاء الله يتهز علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا العاديه. المهم خوتي، بيس اند لوف، ديما هذه الكلمه هذه هي اللي باش ننساهاش، ديما كنحييكم بها خوتي، وبيس هو السلام واللوف والحب، وهذا الشيء اللي كنبغي لكم خوتي. المهم اليوم جينا نديرو فيديو جديد، وهذا الفيديو كنتمنى يعجبكم. المهم هذا الفيديو هذا نوع خاص، وغادي نديروهم على واحد جوج شخصيات اللي معروفه عندنا في المغرب. والشخصيه الاولى خوتي المعروفه عندنا هو اسامه رمزي، الممثل ديالنا اللي يمثل في الحلقه ديالو، المهم اللي يمثل في السلسله ديال كبور والحبيب. المهم راه معروف وعنده واحد الفيديوهات زوينين، المهم غادي نعرضوا لكم بعض المقاطع. والشخصيه الثانيه خوتي نعرضوا لكم ايمن بوسلهام، الاخ المراكشي، عنده تا هو فيديوهات زوينين مضحكين شويه. المهم خوتي تحياتي لكم، ورمضان مبارك سعيد، ما تنساوش واحد سبسكرايب، ما تنساوش واحد لايك، وبيس اند لوف دائما كيف ما كنقول. الاخوان غادي نوصلوا هذا اللايف ل 60000، غنرمي الخوادري من السطح وغنشعل الوالده العافيه في الصالون، غنشبعوا ضحكه دليله. اب اب اب. دابا غادي نبداو بالشخص الاول، الممثل ديالنا اسامه رمزي. المهم غادي نعرضوا لكم بعض المقاطع من الفيديوهات ديالو، كنتمنى يعجبوكم. المهم هادشي كنديروه للتسليه وكنديروه باش ندوزوا واحد الوقت زوين، ورمضان مبارك سعيد دائما خوتي. المهم دابا غنشوفوا اول فيديو ديال اسامه رمزي، وغادي نعرضوا لكم بعض المقاطع اللي ليكم نتوما خوتي. خليو لنا واحد الكومونتير، المهم اللي عجبكم المقاطع اللي عجبتكم، او الشخص بحد ذاته اللي عجبكم الحاجه اللي تقدموها زوينه لا، خليو لنا في المقاطع. ولا عجبكم الفيديو كامل كذلك خليو لنا عاوتاني تعليق ديالكم باش نعرفوا هادشي اللي تنقدموا واش كيعجبكم ولا لا. المهم اي حاجه خوتي كترتاحوا ولا اي حاجه باغينا نقدموها لكم، نتمنوا انكم تعطيونا افكار. المهم خوتي نمشيو ديريكت. سنين وانا عايش مع الوالده، ومازال كل مره كتصدم بلي انا ما كناكل شيفر. دابا هادي السميه دي اصلا فجل، اش بنادم كياكل الفجلاش؟ انا كيجيني سلاح ابيض داك الفجل والله. ويا كاينه البطاطا، علاش خاشين مع ديك بطاطا قصبيه وبطاطا حلوه كيخسروا ليها في السمعه بحال هكا؟ علاش البسباس؟ اش درت انا في حياتي اللي ناكل المتحرج ديال الخضره؟ انا في الخضره عنصري ما نكذبش عليك، كناكل غير داكشي اللي مشهور، بطاطا، خيزو، جلبانه خضر ولا جماد ولا. انا المره الوحيده اللي كنستعمل فيها اللفت هي فاش كنبغي نتنوز على شي واحد ونقول ليه لا واه اللفت، اما والله لا طاح فمي. المهم الصراحه لا خوتي اسامه رمزي كيعجبني، يعني في الفيديوهات ديالو كاين واحد الهدوء، كاين واحد الرزونه، يعني كيعطيك واحد الفيديو اللي هو زوين وما فيهش شي حاجه اللي غادي معنا مثلا تحشمك، كيقول لك تفرج مثلا مع عائلتك، تفرج مع الناس اللي كتعرف وما بدون اي منازع. يعني عنده فيديوهات اللي تقدمهم زوينين صراحه، اللي كيعجبوني انا يعني من المتتبعين ديالو لا في الانستغرام يعني ولا يعني في اليوتيوب ولا مثلا في اي بروغرام كيف ما كان. المهم تعجبني يعني انه اللي تيقدم لك واحد الحاجه يعني بسيطه ولكن فيها شويه ديال المتعه. ناخذ السوفل ونديروا الحركه الثانيه 1 2 3 4. يلا الخوت وصلوا هاد اللايف ل 100000، غادي نحك لكم تعبئه ديال 5 دراهم قسما بالله ما كنكذب. 6 7 8 9 ايديس. كيتفرج فيا شي واحد، ما بقيتش كنشوفني. انا نخلي اللايف مسجل اخوتي، وتريني وتريني وفي الدار. خوتي تحديتكم توصلوا لي التصويره ل 50000 نضرب 5 لتر ديال جافيل، والله يرحم بها الوالدين، وصلت وانا غنشرب جافيل والله يرحمني مسكين. منين كيتفاد الزمره هذا منين؟ سلام، انا من عين المهم الخوت اسامه رمزي، يعني صراحه اللي ما عرفتش عليه بزاف ديال الحوايج، ولكن هو على ما تيبان ليا اول ظهور ديالو بان ليا انا اول، يعني اول مره غادي نعرفو في السلسله ديال كبور، السلسله اللي كتقدم في رمضان وكتقدم في الدوزيام. يعني عرفت يعني اول مره غادي نعرف هاد الشخصيه، ولكن من بعد يعني تبعتو وشفت يعني الفيديوهات اللي تيقدم، لقيت واحد الحاجه تيقدمها زوينه وتستحق انك تفرج فيها.
انا غدا غادي نتريني، غدا غادي ندير 20 دقيقه فيها مجهود بدني خرافي وغادي ندخل ندوش. من غدا ما كاين غير السبور ولا عرفتي شنو. غدا غادي ندير غير 10 دقائق، ولكن 10 دقائق ما نحبش نونستوب طا 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 طا. ولكن انا شحال ما ترينيت غدا ما نفورسيش على راسي باش ما نفاجئش الجسم ديالي، غندير غير تمديد العضلات. حيت انا عوال في السبور، غندخل واحد الدخله راه. ولكن غدا لا ربع ياك، لا غنخلي حتى الاثنين. اه ولكن الاثنين غيكون دخل رمضان ياك، صافي ماشي مشكل، غنولي نتريني ورا الفطور. غنفطر ونصلي العشاء ونبدا نتريني، غنتريني غير 5 دقائق كافياني اشتقسم فيه بزاف ديال الفوائد. حيت في رمضان بنادم ما خصوش يفورسي على راسو ويهلك الجسم ديالو. شتي غير دقيقه بنادم يتريني غير دقيقه، راه مزيان وفيها فوائد جمه. المهم خوتي نكملوا هاد الفيديوهات. المهم انا كيما قلت لكم خليونا تعاليق، خليونا كومونتير لتحت وقولوا لنا واش عجبكم أسامة رمزي ولا غادي يعجبكم أيمن بوسلهام، وكيف ما عجبكم الحال كتبوا لنا تعاليق باش نعرفوا الرأي ديالكم. المهم خوتي من هنا غادي ندوزوا التحية لبعض الأشخاص اللي هما متشجعين ديالنا، شكرا لكم بزاف، كنوجه لكم التحية من هنا وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد، بيس أند لوف دائما لكم، وبيس لكم والله لكم دائما، وراكم من أحسن الناس اللي متبعني، وراكم أحلى الناس، راكم يعني اطيب الناس، وشكرا لكم بزاف. كنوصل التحيه لواحد الصديق اللي هو عزيز عليا بزاف خوتي، كنقول لك شاكير، تحياتي ليك خويا، وراك عزيز عليا لواحد الدرجه ما كتصورش، وتحيه لكاع الدراري وكاع لي زامي اللي كنعرفهم وولاد حومه او اي اشخاص وعشكم بزاف. المهم خوتي نكملوا مع اللقطات ديال اسامه رمزي ونشوفوا اخر اللقطات ديالو، ومن بعد ندوزوا الاخ ايمن بوسلهام. شوف هذا كره ما تنجبدكش، اخر مره تغسل المواعن وماشي نوبتك ياك اخويا، اتفقنا كل نوبته علاش تغسلهم علاش تري غنبقاو بحال هكا همجين عمرنا نتقدموا خزيت. وانت السي الحداتي البارح ملي شطبتي الصالون وما كانش نوبتك ما بانش لك التقدم، انت مال طاسيلتك معك اسمك لمن شبهتي لمن كنشبه ليك؟ صافي بلا غوات، انت هبط الشفيفه للدروج ولدك يطلع الحوايج للسطح. لا لا خليني انا نطلع الحوايج للسطح، ندير ما حسن نهضروا على كورونا. اه بصح حيت مساكن خدامين على اللقاح، راه غنلقح موك لا ما سكتيش. مو واخا انت راه هو اللي كيجبدني. خالتك بغيت نقول لها مراتي تاج راسي نؤنو عينيا. صافي عورتيها الوالده سير والله قفرتها ياك. وداك الزبل شكون اللي غيديه لوحو؟ انا قلت لي غنجففها خالتك. مراتي كاينين جوج ميكات كل واحد فيكم يدي وحده. غنطلع الحوايج للسطح. شوف انا اللي والدك وانا اللي كنتحكم فيك، وانت اللي غادي دي الزبل بلا هضره بلا جوج. والتقدم تقدم فيها التوام فيوزي، والسلام عليكم. وصلاتك حقار الله براش. صراحه الا اسامه رمزي والله الا كيضحكني واحد الله، يعني تلقى فيه واحد المتعه ما يعني تلقاو فيه واحد الحاجه اللي كتبغيها حتى انت يا مثلا. هو احسن الحاجه اللي كيدير هي الفيديوهات القصيره مثلا اللي كيديرهم في انستغرام ولا كيلونسيهم ثاني في اليوتيوب كذلك، واحد الطريقه زوينه كيهضر على واحد الموضوع عام، موضوع اللي شاغل بزاف الناس، ولكن كيمثلوا لك بواحد الطريقه اللي كتعجبك وما غاديش تمل منها وما غاديش تمل منه كذلك. بيس اند لوف، تحيه للاخ اسامه رمزي. ودابا ندوزو للشخصيه ديالنا الثانيه اللي هي ايمن بوسلهام، واللي هو معروف كيمثل غير بوحدو، كيدير بزاف الشخصيات، كيمثل فيها الاب والام والاخ والخال وبنت الخال والجيران. مرونه بوحدو مرونه. وقيلا انت من داك الشوكولات ما بيش وايلي انت انت ايما ما لقيتش اللي يدوق كي راه السقران اصلا. بعدا الشوكولات ما تيتكلش بحال هكا، كتيتكل بوحده غتجي تيكون الشوكولات ديالك وديك الساعه كلو كيف ما بيتي. هاد المجعوفه هادي تفو انت اخرى، هادي راه شنو تبيعين على قبل الماكله. يا ربي داك الشوكولات يكون قديم يا ربي، وما تعرف الله يستر تاكل حتى الشوكولات من كاع. واش داك الشوكولات كله بدا كله واعطيني وحده دوقيني وحده ولا دوقات كعكر ليا. ايا وين هادوك ربعه البقر تبعوني للبيت؟ ما عادش درنا عاود تاني ياك ما يكونش في الفاز ديال الريس فاش كنا تلعبوا بكره. يا ربي السلام، ياك ماما قالت لي حنا اللي هرسنا الفاز. اه ماشي انا اللي هرستو بعدا. انا اللي قالت لي ماما حنا اللي هرسنا الفاز شقينا. انا بعدا ما درت والو، الا جا لي انا نجي ندير راسي نعسه، نجي ما كتصدق ليا مع بابا. المهم ايمن بوسلهام ابن مدينه مراكش، تحياتي ليك اخ ديالنا وتحيه لكاع المتتبعين ديالو، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم. المهم غنعرضوا لكم بعض لقطات منه وانتم عطيونا الراي ديالكم. هاي دبرتها مع هاد السيد ديال العرس، كانت وصلتني خالتك نجيبو من لابوراتوار، وهي هاديك فاش سدو عندنا في الدار وما بقى عندي كيفاش ندوزو لها. واه عندنا الله ما نتفرجو فيه حنا الاولين، والله الا مزيانه ما كاين ما يدار اليوم نتفرجو في هاد العرس هذا.
ويلي الا انت كان هادشي يا ماما؟ الا راه هادشي اللي تيبان دابا راه باقي ما جينا حنا راه يلاه بدا العرس. لا تعطلنا عقلتي يا ماما ياك؟ كتعطلتنا مينا. راه الكوافوره اللي عطلتني يا ماما انا درت معها الربعه. ما شكون اللي دارت لها الماكياج يا ماما؟ كوافوره حاجه بعد من مشات يا اختي العروسه خايبه. يا ربي تسمح لي ولكن راه ما زويناش واخا الماكياج والله الا خايبه. سلام يا راسي في كتيبانو يا ربي السلام الله يستر الله يستر. ايوا لكن بحال هكا الله يعطينا نظر الخايبات. اي هاي هاي اش دايرين في الباب؟ ودايره احواش دايره التعيسه وراه ما وقف لا باقي ما بداو وجايبه دوك العيالات اللي هزين داكشي تيديروا وحطات تبارك الله في العرس. لا لا مقوم هاد العرس راهي الطبله فين كنا جالسين راهي باقي تتبان خاويه. يا عائله العروسه كثيره. عائله العريس ما كاينينش في العرس كاع. كدير با امو ياك؟ انا شتي امو با درت معاه مزيان اللي خلاتو يجيب با امو اما راه محال كاع تكون خلاتو. عيط لبا هاي باش تشد لنا الكاميرا. هاي باش تشد لنا الكاميرا. شكون هي هاديك؟ والله ما سحبني. واش مينا هادي؟ الله يا ربي الله هذاك الماكياج اللي دارت لي الكوافوره والله ما سحبني هكا كان تيبان. المهم الخوت كما شفتوا ايمن بوسلام يعني واحد الحاجه اللي بغيت انا نفهمها هي ديك المشطاش كدير فوق الراس يعني كيمثل لك شخصيه ديال المراه وكيحط لك مشطال فوق هي بطريقه كوميدي صراحه لله. كنت شفت هذه اللقطه هذه كنت شفتها عن واحد الممثل امريكي يعني كيمثل مع انوار الجبوي اللي عرفته واحد الممثل عربي ولكن في امريكا وكيدير واحد اللقطه انه تيحط واحد المشطاه فوق راسه كيما كيحطوها في اللحيه ديالو مثلا اللي كانت كبيره وهذه غير طريقه كوميدي يعني كما تنقولوا كيبغيو يوصلوا للطونطون بشي طريقه اللي هي جديده وعادي ماشي شي حاجه اللي هي يعني خايبه. المهم كدير شي حاجه ما تكونش غير خايبه قدم اي حاجه جديده يعني تكون في المستوى وحنا نكونوا من اول متتبعين يعني ديال الناس اللي يقدموا فيديوهات زوينين وضحكين يعني يفرحوك وتدوز بهم واحد الوقت زوين. المهم خوتي نكملوا مع ايمن بوسنا. ماما كاع ما مشيتي للعرس. انا اللي ما خليتهاش وليتي تمشي لذاك العرس فيه الاختلاط دايرين قعده وحده فيها العيالات والرجال. انا ما خلي امك تمشي لهذاك الشيء. اي كي تخنزر فيا ياك شي باش ما كاينه الباتو ياك ما بغيتيني نخليك تمشي للعرس فيه الرجال. شكون دابا دواك انت شكون؟ هو ما عرس والله الا حشومه عليك بابا كون خليتنا نمشيو للعرس. والله ما تسكتي حتى نشتف عليك قال لك تمشي للعرس فيه الرجال. لا عندك بابا انا معاك العرس الا كانوا فيه الرجال كاع ما مشيو ليه حنايا. الله يرضى عليك يا بنيتي الله يرضى عليك راه انت هي الوحيده اللي كتفهميني في هذا الدار يا بنيتي الله يرضى عليك. هذوك ربع دبقر فين طالع ليها بنت تقول لي الكاتري بحال ما صبطوا عند النجاره انا مبطول. هاي طاب تشلو صافي بابا خلينا نشوفو عافاك وبني تلتق شوفو اللي صوب هما جايبين الزغاري هما جايبين لها الزغاري. لا ما شوفي ليا بنيتي واش عرضوا على السعديه؟ لا لا ما كايناش ولكن كاينه بنت سميره. يومني كاينه بنت راه غادي تكون هي بلاتي نشوف ليك ماما بلاتي بنت الحرام مشات بلا خباري. كاينه وكاينه الحجه لطيفه. الحجه لطيفه كاينه كاين كلشي يا ماما. يا اختي هذاك النهار دابزت مع الحجه لطيفه في الحمام وعرضت عليها كلشي طرد لها. يا اختي النفاق في هذا الدرب هذا العفو كون خليتينا بابا نمشيو للعرس الله يرحمو معايا عليك سعيده هذا الناس غادي للعرس ولكن كاع ما بانت ليها عائله العروسه فين هي؟ غتكون امو هي اللي تكلفات بهذا الشيء عرفتي امو صعيبه كنت داير لهم جوج طبالي شي العيالات علاش قدات عرضتي على عائلتها وخلات عائلته صراحه لله كيف ما قلت لكم اخوتي فاش كيعجبني هو فاش يعني كيمثل لك يعني الجيران والخوت والاب وجميع لا فامي كلها تيمثل لها يعني بالحومه ديالها بكل شيء وهذه طريقه زوينه يعني كما كتشوفوا من خلال يعني المتتبعين ديالو بزاف بزاف الناس يعني كيعجبهم هذاك الشيء اللي تيقدم. تحياتي لكم بيس اند لوف خوتي وندوزو خوتي لاخر لقطات ديال ايمن بوسلام ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا خوتي. المهم راه غير درتو بسيط يعني كنتمنى شي اللي طلع خوتي ما كاينش شي حاجه اللي هادشي اللي طلع خوتي ولكن كنتمنى انه يعجبكم ومازال الفيديوهات جداد. الله كبار الباتل الباتل ما باتلكش تيمي جا الباتل الباتل واش تصلي؟ الله اكبر فين هي امك انت؟ تصلي الوالد في الصالون راه هي تصلي. اش من صلاه تصلي في هذا الوقت هذا؟ وضا ولدي كلمها عليا نوض 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 شوف واش تصلي ولا هي جالسه هاد اليوم تولي تنعيط لها كاع ما تبي تجاوبني. طافي واخا انا نعيط لها الوالد واخا. ماما ماما انت شوفي الا سالتي الصلاه والله ما قولي لبابا فين درتي تيمي جا. سمع الله ولمن حمده. علاش غزالي هادشي المنطور ديالي علاش؟ وراه بغيت نلبسو ليك اختي قلت لبسك انا البارح ولا تهزيش ليا زمري قلت لك النهار انا خرجت لبسي لي صباطي. الله اكبر المنطور ديالي ما عمرني لبستو تلبسيه ليا انت بحال شكون انت تبارك الله ياك. سمع الله ولمن حمده. اصلا فاش تلبسيه ولا تطلق ليا فيهم ريحه الصنان يا المصننه. الله اكبر شنو السخره ما كده انت سلتي دابا سلتي سلتي. سمع الله ولمن حمده. اصلا بعدي انت بدا تمشي كاع للحمام. انا بدا تمشي للحمام جوج مرات في السيمانه هي المسخه. حشومه عليك امينه خلي ليا زمري لا غادي يجي نتفك. والله ما سحبني بحال هكا صافي اسكتي اسكتي. والله لا خرجتي بها والله. الله تلقى لي زمري تلقى لي زمري تلقى لي زمري. الله اكبر ماما واش بان لك واحد السورد ديالي. اللهم صل على سيدنا محمد. فين هو السورد؟ المهم خوتي كما شفتوا هادو هما جوج الشخصيات اليوم اللي قدمنا
وغادي نتمنى يعني من الله سبحانه وتعالى انه ما هادشي اللي درت اليوم يعجبكم. وكما قلت لكم خليونا كومونتير لتحت وعطيونا الراي ديالكم شكون هي الشخصيه اللي اثرت فيكم وشكون هي الشخصيه اللي كتعجبكم كتقدم لكم شي حاجه اللي كتعجبكم خوتي. بيس اند لوف. ما تنساوش واحد سبسكرايب وما تنساوش واحد لايك الا عجبكم هادشي اللي كنديروا الا عجبكم هاد الفيديو وعطيونا رايكم باش نبقاو نقدموا لكم دائما دائما نقدموا لكم شخصيات نميزوا ونعرفوا شكون هي الشخصيه اللي اكثر تاثير يعني على الناس والاكثر تاثير يعني كتخليك تضحك وتخليك ديما فرحان. المهم خوتي بيس اند لوف وكنتمنى انكم تعاونونا واحد سبسكرايب واحد لايك ورمضان مبارك سعيد خوتي ونتشوفوا في فيديو جديد. السلام عليكم.